السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. جاهزون؟ بس لو ننتظر شوي، أنا قلت له طبعا على 7:15 بإذن الله، بما أنه قلت لي 10 دقائق. للخير للخير. طالع الشاشة كاملة. ايه طالع دكتورنا، طالع. يلا ننتظر شوي لا يكتب لنا زملاء. أهلا وسهلا، إذا بتحب نباشر. بدنا ناخذ اليوم التهاب كبد آ فقط، في شوية تفاصيل غير المألوفة بالنسبة لنا، والبي والسي إن شاء الله محاضرة واحدة بناخذهم على سبيل المقارنة. طبعا محاضرة اليوم محاضرة تشمع الكبد هني أهم موضوعين في الكبد على الإطلاق. جاهزين نبدأ؟ جاهزين إن شاء الله دكتورنا، أهلا وسهلا فيك. يلا نبلش.
السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير. موضوعنا اليوم التهابات الكبد الفيروسية، ونبدأ مع التهاب الكبد بالفيروس A. التهابات الكبد الفيروسية، نحن في عنا فيروسات عامة ممكن تصيب الكبد، لكن نحن بنقصد 5 فيروسات متخصصة بإصابة الكبد وإلى تسمية بأحرف هجائية. ففيروس التهاب الكبد A و B و C و D و E. طبعا هاي الفيروسات ممكن تعمل التهاب حاد بسيط محدد لذاته، ممكن يكون التهاب صاعق لها بالعناية المشددة والوفاة أو يتطلب زرع كبد، وممكن مثل ما بتعرفوا التهاب الكبد B و C بيعمل التهاب الكبد المزمن وتشمع الكبد باختلاطاته المتعددة. تشمع الكبد هو سادس أشع سبب للوفاة عموما، والفيروسات ببلادنا هي أشع سبب لتشمع الكبد، بينما بالغرب الكحول هو أشع سبب لتشمع الكبد. فيروسات الكبد بتسميات الحديثة A و B و C يعني ترافقت مع عصر المجهر الإلكتروني، فهي كلها مكتشفة يعني من تقريبا من 50 سنة وهالصبح، وبالسنوات الأخيرة صار فيها كثير تطورات وعلاجات حديثة نحو الأفضل. بنسترجع شوية معلومات أساسية هي بديهية بالنسبة لنا، ما بنخسر شيء إذا استرجعناها. اللي بيحدد شخصية وبنية أي كائن حي هو البروتينات. البروتينات في منها بروتينات وظيفية تقوم بوظائف معينة، وفي عنا بروتينات بنيوية تقوم بتشكيل أنسجة الجسم كله، العظام والعضلات والألياف وإلى آخره، هي في غالبيتها بروتينات. البروتينات سواء عند الفيروس أو عند الديناصور، عند أبسط أو عند أعقد أشكال الحياة، هي بتتكون من 20 نوع من الحموض الأمينية. حموض الأمينية 20 نوع، فبتتطبق بسلاسل متعددة البيبتيد حسب عدد الحموض وتسلسله ممكن يتحدد البروتين. يعني أنا إذا فككت بروتين الإنسان لمواد الأولية الأحماض الأمينية، بحسن طبقة وأصنع منها بروتينات الفيروس. عنا الحموض النووية، سر الحياة بيسموها حمض الـ DNA أو الـ RNA، بنعرف تتكون من 4 أشكال من النكليوتيدات حسب اختلاف عدد وتسلسل النكليوتيدات بيختلف شكل الصبغي، والنكليوتيدات نفسها موجودة عند الفيروس، موجودة عند النملة، ونفسها موجودة عند الإنسان وعند الفيل. بس طبق هالنكليوتيدات بيتشكل الحمض النووي للكائن الخاص فيه. الفيروس نحن بنعرف في عنا أوالي وفي عنا جراثيم. هيك الفيروس إسه أبسط من الأوالي ومن الجراثيم، هو أصغر من خلية، هو جزء من خلية، فهو أبسط أشكال الحياة المعروفة على الإطلاق. وتقريبا الفيروس عبارة عن محفظة بروتينية وحمض نووي وحيد. كل أشكال الكائنات فيها DNA و RNA إلا الفيروسات فيها أحد الحمضين النوويين فقط. فالفيروس مثل الصورة اللي عندكم على اليسار، يقوم ببساطة بالارتباط بخلية معينة يعني في عليها مستقبل بناسب شكل الفيروس، يخترق الخلية ويدخل إلى الداخل ويقوم بتسخير الخلية لصنع الحمض النووي الخاص فيه وصنع البروتينات الخاص فيه. يعني يتكاثر الفيروس على حساب خلايا المضيف. النسخ الفيروسية الجديدة قاطع دكتورنا، بس لو تعطي عرض اقتراح سلايدات كلهم طالع معنا 12 سلايد على الشاشة، إذا بتعطي عرض بعد إذنك. أيوة أي لحظة. طلعت الشاشة كلها؟ ايه تمام دكتور، هي هلا طلعت كلها. هلا هاي اول صورة، ما راح علينا شيء ان شاء الله. اذا نشوف الصورة على اليسار،
host cell binding الغرطمة الفيروس بخلية الكائن المضيف، ودائما بيكون في توافق بين الفيروس والمستقبل. يعني في أدوية جديدة لالتهاب الكبد بي بتعطل هالارتباط وبتقضي على الفيروس. الساتة قيد للبحث، يخترق الفيروس شايفين بينتريشن، يخترق الخلية وبيقوم الحمض النووي تبع الفيروس بيندخل في الحمض النووي للكائن المضيف، بيقوم بيسخر الخلية المضيفة لصنع البروتين وصنع الحمض النووي للفيروس الغازي، ونتيجة لذلك يتحرر أعداد أكبر بكثير من الفيروسات تقوم بغزو خلايا أخرى. إذا الفيروس يغزو خلايا المضيف مشان يصنع بروتينات وحمض النووي لآلاف النسخ الفيروسية الأخرى على حساب مكونات الجسم المضيف. الأذية أشو بتصير؟ إن الفيروس لما بيدخل على الخلية شكله بيتغير على الجهاز المناعي. جهازنا المناعي ليش ما بيهاجمنا؟ لأنه بيعرف إن خلية الكبد صديق، خلية القلب صديق. فخلية الكبد لما بيتشوه شكله بفيروس غازي بيعتبره عدو، ويقوم الجهاز المناعي بتدمير الخلايا المخموجة بالفيروس. فمعظم الأعراض والتغيرات النسيجية سبب ردة فعل الجهاز المناعي، وهذا الشيء بيصير في كل الفيروسات بشكل عام. فيروس التهاب الكبد، نحن عندنا خمس فيروسات نوعية للكبد، A وB وC وD وE. كل هاي الفيروسات من نوع RNA إلا البي هو DNA، ما ناخده في المحاضرة القادمة إن شاء الله. الفيروس A وE يلي ما ناخده اليوم بينتقلوا على الطريق الفموي البرازي، وباقي الفيروسات بي وسي ودي بتنتقل عن طريق الدم أو الاتصال الجنسي. إذا فيروس التهاب الكبد A، فيروس RNA، قلنا الوحيد الـ DNA هو الـ B. إذا الـ RNA فيروس التهاب الكبد A هو فيروس RNA وينتقل عن طريق التسمم الغذائي بشكل عام، ممكن التعامل مع الشخص المصاب، يعني شخص ما غسل إيديه بشكل جيد، لأن غالبا يطرح عن طريق البراز، يعني عدم غسل الأيدي بعد الخروج من التواليت أو عدم غسل حنفية الحمام، هون بتكون عامل الخطر بالانتقال. فالانتباه للنظافة والعقامة غالبا يقي من الإصابة بالفيروس. هل يمكن أن ينتقل عن طريق الدم؟ من ناحية المبدأ ممكن، لما في سياق المرحلة الحادة الفيروس عم يدخل على الدم، فإذا الشخص تبرع بالدم بمرحلة الحضانة يعني بيكون دمه ملوث بالفيروس وممكن تنتقل العدوى، لكن هالشيء نادر جدا. فطريق العدوى بشكل عام بالفيروس A هو تسمم غذائي. هاي تمثيل للفيروس، هو ببساطة هالمحفظة الدوائر الحمر، محفظة بروتينية، حمض نووي RNA. هاي واحد سلسلة ثلاثة ما بتمنع التفاصيل. الفيروس بشكل عام هو من فيروسات أنبعوية، يعني بيدخل بالتسمم الغذائي وبيعمل ببساطة أعراض التهاب أمعاء حاد، بيعمل ألم بطني، قد يكون ألم بطني شديد، يعني بنفكره ألم بطن جراحية، ومثل أعراض التهاب الأمعاء الحاد التقليدية، ترفع حروري، غثيان، ممكن إقياء، ممكن إسهال. في سياق المرض الفيروس يصعد من الأمعاء عبر الدوران البابي إلى الكبد، ومرحلة يعني متأخرة عدة أيام تبدأ أعراض اليرقان بالظهور. إذا أول شيء بيعمل التهاب أمعاء تقليدي، ألم بطني، غثيان، إقياء، حرارة إلى آخره، وبعد عدة أيام بيظهر اللون الأصفر. يعني كتير صايرة فينا مريض بيراجعنا أني أنا أكلت طعام مو مضمون، طعام جاهز أو هيك، وتسمم صار معي مغص وإسهالات، فنعتبره التهاب أمعاء حاد عادي، حتى ممكن نبدأ بصادات حيوية. بعد أسبوع يجي المريض والله يا حكيم طلع اللون الأصفر. هذا السيناريو التقليدي الشائع لالتهاب الكبد A. اللون الأصفر
سببه إني في عنا خلايا كبدية تلوثت بالفيروس A وقام الجهاز المناعي بتخريب هذه الخلايا. الخلايا الكبدية فيها صبغة بيليروبين، فالبيليروبين تحرر إلى الدم وارتفع مستوى بالدم. طبعاً ممكن يمر التهاب الكبد A بدون لون يرقاني. الحقيقة تلت المرضى فقط بيصير عندهم اللون اليرقاني. في إحصائية محلية بتقول حوالي 90% من الناس في سوريا أصيبوا بالتهاب الكبد A، وغالباً في مرحلة الطفولة، يعني يمكن 90% من الأطفال تحديداً في سوريا أصيبوا بالتهاب الكبد A. هلأ إذا سألناكم أكيد مو 90% بيقول وأنا صغير صار معي أبو صفار. ممكن عدى مثل أي التهاب أمعاء عادي وكان أن إكتريك أو بدون يرقان، وشوفي والواحد ما انتبه أني صار معه التهاب كبد A. القاعدة في التهاب الكبد A أنه لا يزمن أبداً، وعند الشفاء بيعطي مناعة مدى الحياة. إذا الحضانة عدة أسابيع وفي عنا المرض له عدة أنماط من السلوك منا نفصل فيها، ممكن يجي التهاب خفيف غير عرضي أو بأعراض بسيطة، إزعاج بسيط على البطن بيعدي وبيروح، وكثير من الأحيان يتم إغفال التشخيص. ممكن يكون التهاب أمعاء واضح مع أعراض هضمية ومع أعراض اليرقان. ممكن الالتهاب يكون شديد وصاعق. الالتهاب الكبد الصاعق المقصود أن التهاب شديد إلى درجة بيأثر على الوظيفة العقلية. التهاب الكبد الصاعق بالتعريف هو تغير في الحالة العقلية أو اعتلال دماغي كبدي على أرضية التهاب كبد حاد. هذا التعريف كتير مهم. أما تشمع الكبد ممكن يأثر على الحالة العقلية بحالة نسميها اعتلال دماغي كبدي. الاعتلال الدماغي الكبدي بنشوفه مع تشمع الكبد مع أمراض الكبد المزمنة. أما التغير الحالة العقلية مع أمراض الكبد الحادة بنسميه التهاب كبد صاعق أو قصور كبد حاد. في عنا النمط الركودي وفي عنا النمط الناكس لالتهاب الكبد A. هاي النمط أنا مفصل فيها شوي لأنه كتير عم بتقود لمبالغة بطلب التحاليل المكلفة وبتضيع المريض وبتضيع الطبيب. إذن الشكل النموذجي لالتهاب الكبد A هذا إذا شفته بالمقرر عندكم في تنازرات إصابة الكبد، تناذر التهاب الكبد الحاد والتهاب الكبد المزمن، فهدول بدأ يمروا معنا. التهاب الكبد الحاد النموذجي مع فيروس A أو B أو التهاب الكبد الدوائي أو الكحولي إلى آخره، كل أمراض الكبد الحاد بتعطي هالأعراض هاي تماما: ألم بطني، آلام عضلية هيكلية، أعراض القريب المعروفة. ممكن تعطي أعراض هضمية التهابات الكبد الحادة، ألم بطني، ترفع حروري، إقياء، إسهال. واليرقان يظهر في ثلث الحالات فقط. ناقلات الأمين إس جي تي ممكن يطلع فوق الألف أو الألفين، طبعاً إس جي بي تي الطبيعي 45 فما دون. ممكن نشوفه ارتفع 30 ضعف الآي إل تي أو الإس جي بي تي، في بعض الحالات بيرتفع يعني عشرات الأضعاف لفوق الألف. البيليروبين الطبيعي تقريباً 1.2 في الدم توتال بيليروبين. أنا شايف حالات 70 وبيليروبين 50، طبعاً بيليروبين فوق العشرة هذا مريض قد يحتاج إلى زرع كبد. بيليروبين فوق الستة يعتبر ارتفاع شديد، فشايفين حالات 30 و50 وحتى 70. طبعاً شدة ارتفاع الإس جي بي تي لا تتناسب مع شدة المرض. أنماط إصابة الكبد، نحن في عنا أمراض التهاب خلايا كبدية بتصيب الهيباتوسايت أو الخلية الكبدية، وفي عنا أمراض ركودية بتصيب الطرق الصفراوية. إذا بتتذكروا بالمحاضرة قلنا كلا المرضين يرفع البيروبين، ففي إصابات الخلايا الكبدية بيرتفع الجي بي تي،
أما في الأمراض الركودية بترتفع الفوسفاتاز القلوية. في النمط الركودي طبعا التهاب الكبد النموذج التقليدي بيستمر عدة أسابيع وبيكون في تحسن مستمر في الحالة. في النمط الركودي يستمر البيليروبين مرتفع لعدة أشهر، وفي حالات مسجلة حتى السنة، لكن يعني يقال أكثر من 3 أشهر بنسميه نمط ركودي، أقل من 3 أشهر هذا لساتنا بالسليم. إيش سبب الركودي؟ شوف الصورة إلى اليسار، عندنا القنيات الصفراوية بداياتها هي مسافات بين الخلايا الكبدية، فإذا صار عندنا وذمة في الخلايا الكبدية عم تحتبس هالصفراء في الكبد وبصير عندنا ركودة صفراوية. إذا هون الركودة ليست بسبب عائق انسدادي في القنوات الكبيرة، وإنما بسبب توذم الخلايا الكبدية. ميزت الركودة إن استمرار اليرقان لعدة أشهر، تتميز بحكة شديدة بسبب ترسب الأملاح الصفراوية تحت الجلد. طبعا إذا شفنا على الإيكو توسع في الطرق الصفراوية معناته نحن عنا عائق انسدادي، في عنا سبب آخر لليرقان. النمط الركودي على فكرة شائع، هو اللي بنشوفه واحد بالألف أو كذا، حوالي 10 إلى 20 التهابات الكبد الحادة، التهاب الكبد الحاد بيدخل بركودي، والركودي قد تستمر عدة أشهر، بنزاره سليم جدا وينتهي بالشفاء الكامل. إذا نمط الركودي ارتفاع استمرار ارتفاع اليوروبين لعدة أشهر، تعب عام وحكة، وأهم شيء لا يحصل توسع في الطرق الصفراوية. إذا كان في توسع في الطرق الصفراوية معناته عندنا سبب آخر للركودة الصفراوية، سبب انسدادي. في عندنا النمط الناكس كمان، يعني حوالي 10 إلى 15% من الحالات، يعني هو شيء نادر. إحنا الشائع والمعارف عليه إن التهاب الكبد بصير مرة وبطيب، يعطي مناعة مدى الحياة، ما بصير واحد ينصاب الأبو صفار مرتين، هذا الشيء المعروف. في شيء اسمه النمط كيس لالتهاب الكبد أن المرض بصير وبياخد سيره التقليدي وبتمر أسابيع من التحسن المترقي، يعني قبل ما يطيب شوي بنتفاجأ أني رجعت الأرقام بالارتفاع. فغالبا بيكون النكس مخبري أكثر ما هو سريري، بيجي أخف من المرض الأصلي. لكن هون ممكن نضيف أن مريض كان بروبينو 10 نزل للخمسة 3-2 وفجأة رجع ارتفع للخمسة، فمنخاف لا يكون هذا مع هذا ويلسون، لا يكون مع التهاب كبد مناعي، وعلى بقطلة التحاليل المكلفة وبيضيع التشخيص، ممكن يتعرض المريض لخزعة كبد. لا، هذا السير لازم نتوقعه، أني قبل ما يطيب بشكل كامل ممكن تصير فورة أو فورتين لالتهاب الكبد لكن بكل الأحوال سواء الناكس أو الركودي لا يستمر أكثر من سنة أبدا. ممكن التهاب الكبد يحرض التهاب كبد مناعي ذاتي كان، بالنمط الناكس احيانا فعلا بنضطر انه نعمل تحاليل مناعيه وناخذ خزعه للكبد مشان نشخص التهاب الكبد المناعي. يعني اذا طلعت الخزعه سلبيه لازم نحكي بثقه ان هذا يعني نمط ناكس لالتهاب الكبد وايضا انذاره سليم وجيد. عندنا أهم نقطة بدي ركز عليها بالمحاضرة هي هالنمطين، النمط الركودي والنمط الناكس، لأن هاي أنماط يعني غريبة عن المألوف. إذا النمط الركودي يستمر اليرقان تستمر الحكة لعدة أشهر وإنزاله سليم، والنمط الناكس عندما يوشك المرض على الشفاء بيصير ارتفاع جديد في القيم المخبرية مع نكس بسيط للأعراض السريرية، وممكن كمان يتكرر هالارتفاع مرتين، ولكن بالشكلين الركودي والناكس
بينتهي المرض خلال أقل من سنة وبيعطي مناعة مدى الحياة. كيف منعالج التهاب الكبد؟ دائما العلاج بده يكون عرضي، يعني إذا في ألم بطني بنعطي المريض مثلا مضاد تشنج ميبيفيرين، إذا في ترهل حروري ممكن سيتامول بحذر حتى 3 جرامات في اليوم، إلا إذا الأرقام مرتفعة جدا وأنا خايف يدخل المريض بقصور كبد حاد، لا هون ممنوع الباراسيتامول. إذا اللون اليرقاني طول بنعرف نحن الصفراء ضرورية لامتصاص فيتامين د، فالمريض بنعطيه مستحضرات كالسيوم مع فيتامين د وخاصة في الشكل الركودي. الحكة أيضا بالشكل الركودي، الكبد اللي فيه التهاب هو الكبد حاجز مناعهم، فشايفين حالات تجرسم دم، شفت حالة استباب تامور قيحي نتيجة الحكة الجلدية وصار في عنا تجرسم دم من السحجات الجلدية، والجراثيم استغلت الفرصة وعملت التهاب تامور قيحي عند المريض. إذا المريض معرض لحكة شديدة مناعته ضعيفة، ممكن هون نعطي صادات للوقاية من إنتان ثانوي. موضوع الستيرويدات في الحقيقة ما إلى دور بالتهاب الكبد، ما عليها أي دليل، ولكن يعني من الشائع مثلا مريض التهاب لو زاد حاد ياخذ له جرعة ديكسا، إبرة واحدة ديكسا بالتازون مشان تخف الوذمة. فبالمراجع كاتبين إن بعض الخبراء بيعطي جرعة أو جرعتين خفاف من الستيرويد في النمط الركودي مشان يخفف الوذمة بالطرق الصفراوية، فيها وجهة نظر ولكن ما عليها دليل. فممكن يعني أحيانا نضطر نعطي حقنة من الديكساميتازون. آخر شيء مكتوب عندكم الأورسو، هذا الأورسو من الشائع، الأورسو دي أوكسي كوليك أسيد، من الشائع وصفه في أي حالة يرقان. الأورسو بده يمر معنا بأمراض المرارة. الأورسو هو أحد المكونات الطبيعية للصفراء، والصفراء هي سائل محب للدسم، الصفراء اللزجة. فنحن لما بنعطي المريض أورسو بتزيد نسبة الأورسو في الصفراء وبتتحول إلى سائل محب للماء. الأورسو موجود بالصفراء الطبيعية بنسبة كتير قليلة، لما نعطيك مستحضر يعني باختصار يخفف من لزوجة الصفراء وبالتالي يخفف من سمية الصفراء على الخلايا الكبدية. مسموع الصوت؟ ايه مسموع دكتورنا. إذن الأورسو بكل أمراض الكبد الركودية بنشوف من ناخده لاحقا، بصر عنا ارتفاع البيليروبين، البيليروبين له سمية على الخلايا الكبدية بيعمل شيء اسمه تشمع صفراوي ثانوي. فالأورسو باختصار يخفف من لزوجة الصفراء ويخفف من سميته على أغشية الخلايا الكبدية. في الحقيقة ما عليه دليل كتير يعني جازم بالتهاب الكبد، لكن هاي وجهة نظر الأطباء اللي بيكتبوه أني بيلطف شوي من أعراض اليرقان.
عصبية المنشأ ممكن نعطي أدوية الاختلاج مثل البيوجابالين أو أدوية الاكتئاب. إن هاي الأدوية بتنكتب لمريض السكر اللي عنده حرقة في القدمين، بتنكتب لمريض الديسك القطني، بتخفف إذا من السيالات السائرة في الأعصاب. وأخيرا الكوليسترامين، الكوليسترامين بيجي على شكل ظروف بدوب المريض وبيشربها 4 جرامات بالظرف، هو رابط للأملاح الصفراوية. في عنا بالأمعاء حكينا بالمحاضرة الماضية دورة معوية كبدية، فالأملاح الصفراوية بتنزل مع الصفراء ويعاد امتصاصها إلى الكبد. الكوليسترامين بيربط الأملاح الصفراوية وبيطردها مع البراز، فبيخفف من نسبة الأملاح الصفراوية بالدم. هاي خيارات علاج الحكة صفراوية المنشأ. بالممارسة أكثر شيء بنكتب دي من هيدرينات مع أميتريبتيلين، مضاد هستامين قديم مع مضاد اكتئاب، وبتعطي نتائج جيدة جدا. البيوجابالين ما بنصحكم توصفوه لحدا لأنه تأثيراته الجانبية مزعجة جدا، بيعمل دوار عند نصف المرضى تقريبا. البيوجابالين نصف اللي بينوصفه ما بيتحملوا متابعة الدواء. للأمان اسم العلمي بريجابالين، بريجابالين اسم علمي، بيوجابالين اسم تجاري. هل التهاب الكبد ممكن يشكل خطورة؟ المرض الحاد بيكون أخف إذا ترافق مع تجفاف شديد، ارتفاع البيلروبين الشديد في معايير كتير كبير لازم نراقبه. وظيفة الكبد في التخلص من السموم بتختل، وبالتالي بيصير عنا تغير بالحالة العقلية. مرضى اللي بيصير عندهم تخليط ذهني هدول بحاجة إلى عناية مشددة، بنحطه على قائمة زرع الكبد. 1% من حالات التهاب الكبد الحاد بيكون مميت. بالجائحة الماضية تسجل عنا حالتين وفاة في الصيفية الماضية، حالتين وفاة في مناطق إدلب وما حولها. إذا ممكن يكون خطير التهاب الكبد نحكي كام كلمة على فيروس التهاب الكبد إي. هو يعني بيشبه التهاب الكبد بكتير أشياء، وفيروس RNA بينتقل عن طريق التسمم الغذائي، لكن في كام فرق. أول شيء هو شائع في شرق آسيا، في فيتنام، في الفلبين، في هاي الدول. عنا بصراحة ما شخصت ولا مرة التهاب الكبد إي، فهو نادر في بلادنا. أخطر فئات التهاب الكبد إي هنن الحوامل. 1/3 المريضات الحوامل بيدخلوا بالتهاب كبد صاعق، بشكل خطر على حياة الأم وعلى حياة الجنين. وبحالات نادرة ممكن يدخل بالإزمان
وخاصة عند مثبطي المناعة. بشكل عام التهاب الكبد إيه نحن ما نعرف هالكلمتين، شائع بشرق آسيا نادر ببلادنا وخطير جدا عند السيدات الحوامل. الفيروسات اللي بتنتقل عن طريق الدم البي والسي خلينا نأجلهم لمحاضرة القادمة مشان نقارنهم مع بعض. شكرا لاستماعكم وبتمنى لكم التوفيق. إذا في أسئلة تفضلوا. الله يجزيك الخير دكتورنا، مشكور دكتور حسام. الله يسلمك يا رب. يعطيك العافية حكيم. حكيم بس بالتظاهرات السرية بالمقرر ما في نبض ناقص، ما في حكي عن هذا يعني. نعم بالمقرر، بالمقرر اللي بيحكي التهاب الكبد اي ما في عندنا نبض ناقص له، ما موجود. اي سجل ملاحظة عندك هي الشيء ما بالمقرر ما بيجب الفحص. أنا بدي أفتح المقرر وحط أسئلة منه، ولكن هاي يعني سجل ملاحظة هاي مفيدة للحياة العملية لأني مذكور بكل المراجع. تمام حكيم مشكور، يعطيك العافية. وشفنا حالات منه يعني. يعطيك العافية دكتور، بس بعد إذنك مثلا أن الـ A يعني والـ E هو طريق فموي برازي أو أنه نادرا في حالات نادرة الدم. طيب مثلا عند الحامل ممكن ينتقل اذا كان بالمرحله الحاد وهيك ممكن ينتقل كان اي او اي مثلا الاي بتقول خطيره عند الحوامل، بس نحكي عن اي بينتقل للجنين مثلا ما بينتقل من الام للجنين. لا ما بينتقل من الام للجنين. تمام دكتور. أي التهاب شديد يعني انتان بولي شديد عند الحامل ممكن يعمل تأخر نمو داخل الرحم وممكن يعمل إجهاض باكر بالنسبة للجنين. بس فيروسات الـ A والـ E ما بتنتقل، حتى الـ B يلي بينتقل عن طريق الدم والـ C بينتقلوا من الأم للجنين حول الولادة نتيجة الرضوض اللي بتصير بالولادة، مو من مو عبر المشيمة. أيوة تمام، مزيك خير. صحيح نسينا نحكي على موضوع دبس العنب والمربى والحلويات. صحيح هاي خرافات شعبية يعني، والشيء الأساس من الصحة أنه لازم يتجنب الدسم المريض، بس بده قوت غني بالنشويات وغني بالبروتينات. يعني بقول للمريض كور رز وكور خضرة مسلوقة وكور صدر فروج مسلوق عادي، بس يتجنب الدسم والمقالي، مو ضروري يقضيها عسل ودبس عنب وكعك بدون سمسم. قوت غني بالنشويات والبروتينات ويتجنب المقالي والدهون. تمام دكتورنا، أنا أعطيك العافية. طيب يعطيكم العافية، تصبحوا على خير. بنتابع نقاش على المجموعة إذا في أسئلة. الله يعافيك يا رب، وأنت من أهل خير إن شاء الله. العافية دكتورنا. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمانة.